صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا. اليوم بدنا نتحدث عن موضوع مهم وهو الاتحاد الدولي لجمعية الطب، أكيد لجمعية طلبة الطب في الأردن. الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الأردن هو اتحاد بضم 5 جامعات أردنية. اليوم رح نتعرف على هذا الاتحاد وعلى تفاصيله وعلى أهميته، وأيضا على المؤتمر 16 اللي رح يقيمه في الأردن يمكن لأول مرة بشكل دولي من خلال أكيد ضيوفنا. اليوم معنا الدكتور سلامة عبد المجيد الحباشنة، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الأردن. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. مش عارفة أجمع بين اتحاد الجمعيات لطلبة الطب في الأردن وأيضا الدكتورة نور الحايك نائب الرئيس لشؤون الأعضاء. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. بداية دكتور سلامة، أول شيء والدك يمكن كان عندنا هون بالتلفزيون. نعم. وهلأ يمكن الزملاء عم بيقولوا لي من الأشخاص المحبوبين جدا، فتحياتنا أكيد لإله وأهلا وسهلا فيكم. لما بنحكي عن الاتحاد الدولي خلينا نتعرف أول شيء عليه أكثر والجامعات اللي بضمها بالإضافة لأهميته لطلبة الطب. نعم، أول شيء صباح الخير. أهلا وسهلا. الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب تأسس بال 1951 على مستوى العالم. بلش كتبادل طلابي، بالأردن بلش بال 2006، بلش بجامعة العلوم والتكنولوجيا ثم امتد لباقي الجامعات اللي بتضم كليات طب في الأردن. حاليا احنا في عندنا 5 جامعات اللي هي جامعة العلوم والتكنولوجيا، الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة. الاتحاد طبعا يضم ما يقارب 4000 طالب، في منهم أعضاء كثير فاعلين على المستوى المحلي بالجامعات، على المستوى الوطني، على مستوى الأردن، وحتى على المستوى العالمي. طبعا الاتحاد يعني زي ما حكينا أو زي ما تفضلت أنت، هو بضم 5 جامعات اللي هي فيها كليات الطب. الجامعة السادسة اللي هي جامعة البلقاء حاليا قاعدين نشتغل على أنه إن شاء الله أنه نضمها للاتحاد. إن شاء الله بتقدروا تضموا يعني كل الجامعات بكليات الطب. نعم. أكيد اللي تدرس في الأردن، لأنه أكيد في فائدة كتير كبيرة منها التجمع إذا بدنا نسميه، منها الخبرات المتبادلة تحت سقف الاتحاد الدولي. دكتورة نور، لما عم نحكي عن الفائدة المرجوة من الاتحاد الدولي، كيف أنتم بتتعاملوا مع طلبة الطب؟ شو الفوائد المرجوة يمكن من الاتحاد واللي بيحبوا أكيد طلبة الطب يعرفوها؟ أكيد. هلا أول شيء، أول ما تأسس الاتحاد هي كانت الفكرة منه التبادل الطلابي إنه بين مثلا الدول وهيك، واللي هو الاتحاد عنا بضم 6 لجان، كل لجنة مختصة بموضوع معين. مثلا عنا لجنة المسؤولة عن الصحة العامة، المسؤولة عن حقوق الإنسان، المسؤولة عن الصحة الإنجابية، وفي المسؤولة عن حقوق عن التعليم الطبي، وفي التبادل الثقافي والتبادل البحثي. فالطالب أول ما يدخل عنا أو أول ما يسجل بالاتحاد ويصير عضو يعني بيشوف وين هو اهتماماته وبيتجه حول الإشي اللي هو حابب يشتغل فيه. وبرضه بنوفر فرص لطلاب سنة سادسة لما بدهم يطلعوا اللي هو الإلكتف، شهر اختياري، هذا بيطلع الطالب مثلا يعني بأي مكان بده إياه. نحن متعاقدين مع 153 دولة تقريبا، بيقدر يختار منها اللي بده إياه. برضه الفكرة مش بس للطالب نفسه هي الفائدة، الفائدة برضه للمجتمع المحلي. نحن بنقوم بكثير عمليات توعية، بالسكرينينج اويرنس كامبينز، برضه بنعمل كونفرنسز، برضه في تريننجز اللي هم النشاطات، التدريبات. برضه هذا الطالب يعني بيستفيد منها انه هو يتدرب وبيتعلم كيف يدرب ناس غيره. فنحن بنآمن انه كل هاي الفرص اللي يعني بيتيحها الاتحاد لطلاب الطب ممكن ما يلاقيها باي مكان ثاني، وبرضه انه بتعود بالفائدة عليه وعلى المجتمع اللي هو فيه. هلا الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الأردن، سألتكم قلتوا لي هو مجاني، بيقدر كل طالب يعني منتسب للجامعات الخمسة والسادسة إن شاء الله على الطريق يقدر إنه ينتسب للاتحاد الدولي. هلأ بدنا نحكي عن مؤتمر مهم، تقول المؤتمر 16 في الأردن وهو دولي رح يجمع العديد من الدول، تحكي لنا دكتور سلامة عنه شوي. نعم، هسا الأردن يعني إحنا الحمد لله حصلنا على شرف استضافة مؤتمر شرق المتوسط، شرق البحر المتوسط 16. هذا مؤتمر سنوي بيصير لدول شرق المتوسط، عندنا
تقريبا 16 دولة اللي هي الدول العربية بالإضافة لجمهورية إيران، يعني منطقة البحر المتوسط. هلأ المؤتمر زي ما حكيت لك هو سنوي، بضم الطلاب من هاي الدول، بصير تناقش أو بنتناقش بنتحاور في موضوع بهم هاي المنطقة، بنحاول أنه نطلع بمخرجات، الطلاب يستفيدوا من تجارب بعض في الدول الشقيقة. يعني هاي المؤتمر حصلنا على شرف استضافته بالمؤتمر العام بسلوفينيا اللي كان بشهر 3، هذا المؤتمر الثالث بالأردن. يعني احنا في عندنا حتى بالأردن دائما بنمزح بنحكي انه احنا زي كأس العالم، كل 4 سنين بنستضيف هذا المؤتمر. استضفنا المؤتمر الثامن ومؤتمر 12 وهلا مؤتمر 16. هاي شعار المؤتمر ظاهر معنا على الشاشة، المؤتمر 16. لما عم نحكي عن التقنيات الحديثة في الطب وهي هلا يعني عم تتسارع بشكل كثير كبير، قد ايه ممكن انه يفيد الاتحاد الدولي طلبة الطب اللي عم بيدرسوا على مقاعد الدراسة، وقلتوا انتم بتفيدوهم كمان بالسنة السادسة لهم بهالموضوع دكتورة نور؟ هلا هالفكرة انه قصدك على السوشيال ميديا وهيك بكل التفاصيل؟ هلا اكيد يعني السوشيال ميديا هلا صارت يعني كثير مهمة، هي الفكرة فيها انه يعني عم يتواصلوا الطلاب من خلالها مع بعضهم. يعني نحن باخر مؤتمر عملناه قبل الاخير كان بالجامعة الأردنية اللي هو مؤتمر وطني، كان هي الفكرة اللي هي الادفانسز تكنولوجي ان ميديسن، وجبنا حكينا لهم عن الذكاء الاصطناعي، عن الايدي الصناعيه وهي الاشياء، انه كلها كيف ممكن الطالب يستفيد منها وكيف ممكن هو لبعدين كدكتور مستقبلي يستفيد من هاي الاشياء. فنحن يعني دائما بنحاول انه اي شيء جديد، اي شيء بيفيد الطلاب، انه نكون دائما بنقدم لهم اياه، يعني بنحاول نوصلهم برضه يعني من خلال السوشيال ميديا او من خلال مؤتمرات اونلاين انه مع طلاب من جامعات برا او سوري من دول برا برضه عشان هو نفسه يستفيد. وحكيت لك هي الفكره بالاخر انه يفيد المجتمع. احنا كنا عم نستعرض بعض الصور من نشاطات الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب في الأردن، شفت نشاطات مش بس علمية. نعم. صح؟ نعم. في نشاطات رياضية، في نشاطات منوعة، احكوا لنا شوي عن النشاطات الخاصة بالاتحاد الدولي. اوكي، هلا زي ما حكت زميلتي نور، احنا في عندنا 6 لجان، كل لجنة معنية باهتمام معين للطالب. فزي ما تفضلتي في احنا بنركز على الجانب الأكاديمي والجانب الغير أكاديمي. الجانب الغير أكاديمي يعني احنا بنعنى بشغلات كثير زي الصحة العامة، بنطلع على مناطق بعض المناطق النائية بالأردن، بنوعي الناس عن مواضيع مهمة. ممكن يكون في عندنا احنا خلينا نحكي كمجتمع في عندنا يعني ما في وعي كافي بخصوص هذه المواضيع، فبنحاول انه نوعي الناس خصوصا المواضيع الطبيه. بالاضافه لجانب التوعيه في عندنا مواضيع اللي هي خلينا نحكي زي ما حكت نور، في عندنا التبادل الطلابي، بيجونا طلاب من برا، بنحاول نركز على الجانب الترفيهي لطالب الطب برضه، بنحاول نسوي بطولات للطلبه. يعني انا قلت لكم تحت الهواء يعني دائما ماخذين فكره عن طلبه الطب او عن الاطباء بشكل عام انهم جديين، يعني ما بيفرحوا وما بيلعبوا رياضه ما بينبسطوا، ولكن صح. حقهم يعني هم الاكثر، يمكن لانهم بيدرسوا اكثر، يمكن لانه عندهم المسؤوليه بتكون اكبر، فاكيد لازم يكون في جانب ترفيهي. بالضبط. وهي يعني هاي من المشكلات اللي احنا بنواجهها كطلبة الطب، يعني كميه الضغوطات خلينا نحكي اللي بيواجهها طالب الطب في فتره دراسته، يعني ضغوطات كبيره. فبنحاول قدر الامكان انه نركز على الجانب الغير اكاديمي والترفيهي للطالب، بحيث انه يتعرف على زملاء الطلبه بنشاطات مختلفه، بالافطارات الرمضانيه مثلا، بالاجتماعات الدوريه اللي بنعملها، بحيث انه الطالب يتعرف على طلاب زملائه على مستوى الجامعه، على مستوى الاردن من الجامعات المختلفه بالاردن، وزي ما حكينا المؤتمرات اللي بتنعمل على مستوى الشرق المتوسط وعلى المستوى العالمي، بحيث انه نستفيد من خبرات الطلبه على جميع هاي المستويات. ممتاز. نور، احيانا بيصير في ايام طبيه بالمحافظات ما بتحتاج طبيب متخصص او طبيب يعني خريج، بتكون عباره عن مثلا اخذ دم، اوقات كثير فحوصات اللي بتكون مرات كثير هي مسؤوليه اجتماعيه بيقدموها لاهالي المحافظات او حتى في عمان. هل الاتحاد الدولي له نصيب بهذا الموضوع، بيرتب مثل هاي الايام الطبيه؟ نعم اكيد. هلا نحن الاتحاد بيشتغل على المستوى الوطني وفي على مستوى كل جامعه، فعلى المستوى الوطني بيشتغل هذا الشغل، وعلى المستوى الجامعات اللي موجوده فيها بيشتغل، مثلا عندنا باليرموك وبالتكنو مثلا بيشتغل
بيشتغلوا اكثر باربد، عندنا بالكرك بمؤتة انه بيشتغلوا بالزرقاء وبعمان، فنحن بنحاول قدر الامكان دائما انه نغطي اكبر شريحه من المجتمع، خصوصا انه طلبتنا يعني بيكونوا ثانيه وثالثه رابعه خامسه مطلعين اكثر، وبرضه بنعطيهم تدريبات قبل ما يطلعوا على هاي الايفنتات، وبرضه اذا كانوا معنا دكاتره متخصصين بالعكس هذا بيكون احسن واحسن، فاحنا دائما بنطمح انه نحاول نغطي اكبر شريحه ممكن، خصوصا زي ما حكى سلامه انه بنروح على المناطق النائيه، المناطق اللي مثلا مثل ممكن المخيمات اللي شوي الرعايه فيها اقل، او ممكن الوصول للرعايه الطبيه ممكن شوي ليميتد يكون. فبنحاول دائما من خلال طلابنا انه نوصل لاكبر عدد من هاي الناس، وبنقبل ان شاء الله يعني انه دائما نكون يعني طالب الطب عن جد يكون حاس بالمسؤوليه الاجتماعيه اللي حضرتك حكيتي عنها، ويكون حاسس انه هو جزء من هذا المجتمع، مش بس يدرس وهيك، لا هو برضه لازم يقدم للمجتمع خلال دراسته وبعد ما يخلص. احنا بنتمنى لطلبه الطب كل التوفيق، هاي المهنه الانسانيه النبيله اللي بنتمنى انها تضلها زي هيك، يعني هذا اهم شيء انه طالب الطب يعرف انه هو مش عم بيشتغل اي شغل، هو عم بيشتغل انسان على مستوى انساني كثير عالي، كثير من الاشخاص المرضى اللي محتاجينه، كثير من الاشخاص المرضى اللي ممكن ما معهم تكلفه العلاج، فهو يعني لازم يرتقي على كل الامور اكيد الماديه اللي للاسف الشديد عم نشوفها يمكن حوالينا هاي الايام. دكتوره نور سريعا، دكتوره تخصصك شو؟ بس حابه لسه تخرجت جديد طبيبه امتياز مستشفى الجامعه الاردنيه. اهلا وسهلا فيك دكتور سلامه. احنا والله لسه طلاب، يعني احنا لانه هو اتحاد لطلبه الطب. شو بدك تتخصص؟ والله يعني ان شاء الله عظام على الاغلب ان شاء الله. كل التوفيق لكم. وبس خطر ببالي سؤال، الاتحاد الدولي الاشتراك فيه هل هو اختياري ام اجباري لطلبه الطب الجامعات؟ لا هو اختياري. يعني نحن بننزل وبنعمل شيء اسمه بروموشنال كامبين اللي هو انه تعريف عن الاتحاد، واللي بيحب ويلاقي نفسه فيه يعني بيشارك. لا اتوقع انه ما في حدا بيحب انه ينضم للاتحاد الدولي لجمعيات طلبه الطب في الاردن. جود لك، موفقين بالمؤتمر السادس عشر رح يكون بشهر 2 ان شاء الله. وهي دعوه لكل طلبه الطب بالخمس جامعات وان شاء الله السادسه قريبا انهم ينضموا للاتحاد حتى يقدروا انهم يستفيدوا منه. اهلا وسهلا فيكم دكتور نور الحايك، اهلا وسهلا فيك، ودكتور سلامه حباشني اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك.